أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا هاد الكسيدة درتها دابا في شهر 11 كملت 3 سنين، درتها نهار 13/11/2014. كنت غادي غير للاستديو بوزيد حتى البحر عندنا في جديدة نتمشى شوية، ملي تميت غادي جاو عندي واحد جوج أصدقاء غادي بموتور غادي نلعبوا كرة. واحد نزل قال لي انت غادي الدور ركب انت، انا ركب زدنا غير واحد المسافه بغينا نقطعوا الشانطي، درنا واحد الطاكسي كبير، درنا الدري ضربوا تلاحوا الموتور، انا ضربني دارني تحت منه بقى كاشطني وطلع ليا فوق ظهري وقف ليا فنتهرست من الظهر ديالي وعوج لي واحد الفقره وضرب لي النخاع. ودابا الترويد هو كيقول لي خصك دارو الترويد، دابا ولات واحد النسبه ديال النجاح وكيقول لي خصك دارو الترويد، والترويد المحسن انا الترويد اللي الثمن ديالو طالع بزاف وما نقدرش نتكلف فيه بوحدي، راه بطل اليوم الشهر اللي ثمن كبير بزاف. نسم الظهر ديالي وضرب لي النخاع ودابا مابقاش كنتمشى، مشى لي نصفي كامل مابقاش كنتحكم فيه. الطبيب طلب مني خصني ضروري ندير الترويد، قال لي كاين شويه الامل خصك ضروري الترويد باش ترجع توقف. ملي مشيت سولت على الترويد اللي صيفطني عندو الطبيب وداك الشيء، يعني حيت خصني ندير الترويد ديال المصران ودير رجلين ودير النبوله، لقيت ديك الثمن اللي طلبوا لي ثمن كبير بزاف وما نقدرش نخلصو انا. ودابا كنطلب من الناس المحسنين و يساعدوني باش نبدا ندير الترويد. حيت الطبيب كيقول لي دابا الا ما بديتيش دير الترويد راه من بعد راه حيت الامل هذو كيقلع، هي ضروري خصك تبدا دير الترويد. ونتمنى من الناس اللي كيسمع هاد النداء ديالي، انا بغيت منهم اللي كاين كيفاش شي مساعده نبدا نرجع للترويد ديالي ندير. الترويد اللي طلب مني كيوصل حتى 4 مليون في الشهر اللي كنطلبوا لي الثمن ديالو، راه عندي الوراق وكلشي ديال المصحه ديال بوسكوره، كاين مصحه النور كاين في بوسكوره. ودابا مع مابقاش كندير لا ترويد ما كنتحرك مو والو، ولا عندي الطياب حتى دابا مابقاش كاع كنقدر نتحرك مع داك الطياب، والطياب حتى ورا ولا كدير ليا فاصمات، يعني فاصمه كناخذها ب 26000 ولا 28000 كدير ليا مده سيمانه، يعني سيمانه خصك 28000 من غير عاوتاني ترويد اللي طلب ليا الطبيب. وفما كنرجع الكونترول على الطبيب كيقول لي خصك ضروري الترويد ما خصكش تقطعي، هي الترويد راه دابا ولا كيتعالجوا عليه الناس وعندك حتى واحد شويه الامان، قال لي خصك ضروري تبع الترويد ديالك. وكنتمنى من الناس اللي سمعوا النداء هذا والمحسنين انهم يساعدوني باش نرجع ندير الترويد ديالي.